السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مشوارنا في موضوع جدول التصفية. شباب، جدول التصفية هان يقوم بإعداده مدير غرفة المخاصة من واقع نماذج التقدير. يعني أول حاجة عندي إرساليات. أول حاجة قلنا في عندي تصيمة إيداع. طبعا هذا إيه؟ لما الموظف البنك بيستلم الشيكات يقوم بفرز اعداد ارساليات شيكات مقاصه، وبعد ارسال المقاصه يقوم باعداد ايش؟ نموذج التقديم. وبعد نموذج التقديم بيجي دور مدير غرفه المقاصه في اعداد جدول التصفيه. احنا قلنا جدول التصفيه بالنسبة لبنك العربي الوطني له 120,000 عليه 14,000، تمام؟ طب بعدنا في مثال في صفحة 69 ذاكر لي البنوك الأخرى. طبعا بقدرش أنا أجيب البنوك الأخرى في مثال واحد، فذاكر لي البنوك الأخرى حكي لي كمل الإجراءات. طيب بنك الإسكان قدم شيكات بقيمة 50,000 طالب فيها قسم غرفة المقاصة بالتحصيل. في غرفة المقاصة وجد انه في مغلفات شيكات مسحوبة عليه على عملاء البنك عنده بقيمة 85,000. سؤال، البنك هذا له ولا عليه؟ طبعا عليه. قديش؟ 8,000. الإسلامي قدم شيكات 70,000 وعليه شيكات 68,000، إذا له 2,000. بنك الأهلي الأردني قدم شيكات 56,000 وعليه شيكات 53,000، إذا إله 3,000. بنك الرافدين قدم شيكات 7,000 وعليه شيكات 7,000، ده إله ولا عليه؟ بنك العربي قدم شيكات 99,000 واستلم شيكات قيمة 90,000، إذا له 9,000. بنك العربي الإسلامي قدم شيكات 20,000 وجد إنه عليه شيكات 27,000، إذا عليه 7,000. البنك الأردني الكويتي 33,000 وعليه 25,000، إذن عليه 2,000. بنك الأردن الخليج 68,000 عليه 61,000، إذن عليه 7,000. بنك الصادرات ملوش شيء لكن عليه 12,000، إذا عليه 12,000. فيلادلفيا 9,000 ومفيش عليه ولا شيك، إذا مده 9,000. آخر بنكين بنك القاهرة عمان 70,000 وعليه 73,000 فعليه 3,000. آخر بنك العقاري
35,000 عليه 53,000 عليه 57,000، إذا عليه 4,000. لازم العمودين هذول العمودين هنا يتساوي. تمام هيك؟ تمام. الحين خلينا اجي على اول بند. الحين روح مناديب البنوك روحوا الى ايش؟ الى مقراتهم. طبعا كل واحد اخذ جدول تصل بالكلام هذا كويس، وروح الى مقراته وحسبته العمليه. كل بنك حسبت العمليه بدفاتره، كل بنك حسبت العمليه في دفاتره. نيجي على اول بنك، اذا المعالجات المحاسبيه في دفاتر دفتر يوميه البنك العربي الوطني. هاي البعني، هذا البعني بنك العربي الوطني. قلنا احنا في قسيمة الايداع، عيدة ثانية، في قسيمة الايداع لما احنا استلمنا الشيكات من الزبون عملنا القيد التالي. قلنا من حساب شيكات رسم التحصيل الى حساب حسابات جاري دائم. كم قيمة؟ 120,000. تمام هيك؟ تمام. الحين مسحوب على عملاء بنك العربي الوطني. مسحوب على عملاء البنك العربي الوطني. كم المسحوب على عملاء البنك العربي الوطني؟ 114,000. الحين هيثبت هيقوم موظف البنك بخصم قيمة 114,000 شيكل، قيمة الشيكات المستلمة من مناديب البنوك الأخرى والمسحوبة على عملاء البنك. طبعا مين البنك؟ له حساب عندي في البنك العربي الوطني. طب كم قيمة له حساب؟ له حسابات عندي، حسابات دائنة والمدينة دائنة. طب لو أنا بدي أخصم من حساب العميل يصير حركة مدينة، هو حسابه دائم، لما أخصم يصير حركة مدينة. فبقول هذا خصم من حساب حسابات جارية دائنة. كم المبلغ؟ 114,000. الحين احنا حصلنا قيمة الشيكات، اصبح الطرف هذا ملوش لازمة، طرف هذا ملوش لازمة، الحساب طرف هذا ملوش لازمة، طرف مدين نخليه دائم. اذا الى حساب شيكات رسم التحصيل. كم القيمة؟ نفس القيمة 120,000. تمام هيك؟ ان شاء الله تمام. طب الفرق بين الطرفين لازم الطرفين يتساووا، كم الفرق؟ 6,000. عبارة عن ايش؟ قيمة المستحق للبنك بعد انتهاء جلسة غرفة المقاصة. طب انا بطالب مين؟ حطالب كل البنوك هذه؟ لا، حطالب البنك المركزي ان هو رح يحصل لي وحيحط وحيضيف القيمة في حسابي عنده. حيضيف القيمة في حسابي عنده. كل بنك في له حساب في البنك المركزي، فالقيمة حتضاف في حسابي. اذا من حساب البنك المركزي، فانا الي ثمن مذكورين. اذا انا الي متبقي 6,000 حطالب مين؟ البنك المركزي. وهيك بكون انهينا القيود المتعلقه في دفاتر كل بنك. هذا في دفتر، اسف، في دفتر البنك العربي الوطني.
تمام؟ الحين هنشتغل للبنك الثاني، بنك الاسكان. الحين في دفاتر بنك الاسكان. حجي ما تخربطش. خلص انا هيك انتهى كمحاسب بنك الوطني، بنك العربي الوطني، هاي الحسابات اللي انا اقوم بها فقط لا غير. تمام؟ تمام. طيب في دفاتر بنك الثاني اللي هو مين؟ في دفاتر بنك الاسكان، بنك الاسكان. بنك الاسكان قدم شيكات، استلم شيكات من زبائنه بال 50,000. ايه هاي 50,000. ماشي؟ ولما راغوا في مقاصة وجد انه في شيكات مسحوبة على عملائه 58,000. إذا حيخصم من عملائه 58,000. هنا لما ضفنا في حسابنا إلى حساب، إلى حساب حسابات جادة. هنا لما حخصم من عملائه حنقول من حسابات جادة. إذا 58,000. تمام؟ تمام. الحين نقول لقيت هذا لما حصلنا بدي اقفله، ايش اللازمه؟ لازم اقفله، انت انهي منه. فحنقول الى حساب 50,000 الى حساب ايش؟ شيكات وصل التحصيل. طيب هنا فيش توازن، معناته الفرق من حيكون الطلب الاقل 80,000. ايش هم ال 8,000 هذول؟ قيمة المستحقة علينا لصالح البنك المركزي، لصالح البنك المركزي. لأن أنا قلنا 50,000 وعليها 58,000، إذا البنك المركزي بقلبني ب 8,000 حيخصمهم من حساب بنك الإسكان لديني. إذا حسيت حساب البنك المركزي، بكون هنا إلى مصر. كنا انهينا البنك الثاني. تمام بكر؟ الحين بنك الاسكان، بنك الاسلامي نفس بنك العربي مش هنشتغل فيه. وبنك الاهلي نفس بنك ايش؟ هذا نفس القيد هو هو. وبنك الاهلي نفس الشيء بنك الاسلامي. كويس؟ نفس بنك الاسكان، نفس بنك الاسكان، نفس القيد، بس بنغير الاسم. نيجي نشوف البنك الرافدين عشان الوقت. بنك في دفاتر بنك الرافدين. طيب بنك الرافدين قدم شيكات قيمة 70,000. قيمة 70,000. هاي 70,000. الحين تفاجأ إنه في شيكات مسحوبة عليه على عملائه 70,000. هاي 70,000. وهو حصل من بعد انتهاء الغرفة المقاصة اعتباره حصل الشيكات هذا، فأصبح القيد الطرف هذا مالوش لازمة. إذا أنا ايش؟ حقوم بإلغائه مدين، صار دائن بإيش؟ بال 70,000. هنا ملاحظين تساوى القيد، فلا ايش البنك له ولا عليه. تمام خلصنا. نيجي الحين البنك العربي هان نفس آلية البنك الأهلي، نفس القيد. نجي على بعدين، وهان هذا نفس ايش؟ بنك العربي، البنك الاسكان. وبنك الاردني نفس البنوك، نفس الشغله. هنا هذا لو تلاحظين الرصيد هان وهان وهان بياخذوا نفس القيود. نيجي نشوف
ايش في عندي؟ بنك الصادرات. بنك الصادرات. نفس بنك الصادرات. في بنك الصادرات يا شباب ما قدمش ولا شيء. اذا قيد هذا مش هيكون موجود. خلصنا؟ خلصنا. لكن تفاجئ انه عليه شيكات بس هو على عملائه ب 12000. اي 12000. هاي 12000 من حساب حسابات جاري. تمام؟ والبنك المركزي بيطالبه بالقيمه. اذا الى حساب البنك المركزي 12000. تمام؟ تمام. هذا بنك الصدر. نيجي اخر واحد فيلادلفيا. بنك فيلادلفيا. ما بنك فيلادلفيا؟ تعال نشوف. بنك فيلادلفيا قدم شيكات 9000 و 90000. 9000. اذا هنا في قيد 9000 لحساب شيكات براسل التحصيل الى حساب حسابات جاريه دائنه 9000. عند التحصيل وانتهاء الجلسه ورجوع الموظف الى بنكي حيثبت القيمه اللي ايش مستحقه له. فهنلاحظ هنا انه ما فيش عليه ولا شيء. يعني اذا مش حنكون من حسابات جاريه دائمه. ولكن بطالب البنك المركزي ب 9000، اذا من حساب البنك المركزي ب 9000 الى حساب، طبعا هذا اصبح مش لازمه لتغيير شيكات رسم تحصيل 9000. وهيك بكون عملنا القيود المتعلقه ب دفاتر كل بنك على الحدا. ضل عندي قيدين. قيدين اللي هما بعد انتهاء الجلسه المخاصه حيقوم البنك المركزي بإثبات القيدين اللي حنحكي عليهم الحين. خلصنا ها؟ الحين في دفاتر البنك المركزي، في دفاتر البنك المركزي. في دفاتر البنك المركزي. هتلاحظوا هنا انه في أرصدة مدينة وأرصدة دائنة. أرصدة المدينة اللي هو أموال مستحقة على مين؟ على البنك المركزي لصالح البنوك. وهان عليهم أموال مستحقة للبنك المركزي على البنوك. على البنوك. فحيكون عندي بنوك مدينة وحيكون عندي بنوك ايش؟ دائما. فالبنوك الدائنة إذا البنوك الدائنة هالمرتبة تعال نشوف واحد واحد بنوك الدائنة حنقول من حساب غرفة المقاصة يعني التزام على البنك اتجاه البنوك الدائمة إلى حساب مذكورين. مين هم؟ البنك العربي الوطني. هناخد كل العمود هذا. أرصد العمود هذا. قديش؟ 6000.
البنك الإسلامي 2000، بنك الأهلي 3000، بنك العربي 9000، بنك فيلادلفيا 9000، مجموع بنك ال بنك الأردن الخليج 7000. القطاع الثاني البنوك، هنا في رصيد 36000. هناخذ العمود هذا ونعمل فيه يقف من مذكورين، بنك الإسكان 8000، بنك العربي الإسلامي 7000، بنك الأردني الأردن الكويتي 2000، بنك الصادرات 12000، بنك القاهرة عمان 3000، وبنك العقاري 4000، وإلى غرفة المغاصة 36000. وبكون هنا أنهينا موضوع المعايير الحسابية المتعلقة بقسم المقاصة، ويعطيكم ألف عافية، ونستكمل مشوارنا في درس جديد بعنوان قسم الحسابات الجارية، ومشكورين على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر.